حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. طبعا هذا الفيديو بغاز تباسي، صور الفيديو بتاريخ 10/10 اليوم 29 من الهجرة. طبعا في كثير ناس تسأل انه ما وصلت وش قدر ليكم توصلون وكذا. احنا فعليا وصلنا، صارنا كم يوم واصلين، ولكن انا متأخر بالنشر بسبب الشبكة، يعني على الطريق احيانا يكون ما في شبكة، احيانا يكون ما في كهرب، احيانا نعدي بمكانات فيها شبكة واحنا ماشيين ما نلحق ان انشر الفيديوهات، ما الحق اني احمل الفيديو الا تكون ما ظل شبكة مثلا. وبنفس الوقت على الطريق انتم شفتوا التعب والعذاب اللي على الطريق، ويعني عمل نادر ما نلقى وقت فاضي. فالصراحة احيانا يعني احيانا المونتاج يشكل عندي، انه يكون مثلا اصير مكان في شبكة ما عندي فيديو منتجه، مثلا ما عندي فيديو جاهز فمشان هيك. وبنفس الوقت بالوقت الحالي انا ما اقدر انشر اكثر من فيديو باليوم لانه ما في تفاعل، التفاعل ميت ميت، فلو نشرت اكثر من فيديو باليوم ما يصلكم. فانا قاعد انشر كل يوم او كل يوم يوم اي يوم لا فيديو علشان الفيديوهات يصلن لجميع المتابعين. واتمنى من الناس اللي تشوفنا اول مره او شايفتنا من قبل متابعينا حياكم الله، اتمنى انكم تشاركون الفيديوهات لانه يعني المشاهدات متراجعه جدا جدا جدا. يعني احنا 220 الف بالصفحة او 221 الف بالصفحة، ولكن المشاهدات ما جاءت تعدى 5000 او 6000. فاتمنى من اي احد يشوف هذا الفيديو يشارك لي بصفحات، بمجموعات، حالات واتساب، وين ما قدرت تشاركوا شاركوا، اكون ممنونك. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. واعيد واكرر، احنا فعليا وصلنا ولكن الكترونيا لسانا على الطريق، يعني ما باقي اصلا، باقي 6 فيديوهات او 7 فيديوهات ونخلص الهجره كامله. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم، محبتكم نكبر، ودائما القادم اجمل ان شاء الله. الغنم قاعد تجتمع على العرموط هذا، يكون واقع بالارض فيتكيف على الغنم. شوفوا مليان الشجر. ثواني بس خلنا نزلت العصا على القصن هذا، ان شاء الله عصاتنا ما تعلق فوق، ما علقت الامور جيدة. هذا الشجر، هذا الشجر عرموط، فالغنم مثل ما تشوفوا، شوفوا هنا بعرموط محتر، الغنم كلها صايرة عليه. شوفوا ما شاء الله شلون الرعي. وبكرة في مطر، يعني بلشي الشيء بالطاعم، ظلنا هنا نهارين ثلاث تكون الامور جيده، لانه هنا المي قليله. بنبعه قدام ميتها حيل قليله، والنبعه يعني خافسه هيك صايره عم سوات الارض، واللي جوا بنبعه، بس النبعه اللي جواني ما اعرف الصراحه، الشايب هو اللي قال لي عليه. جايين على المي، هذا المي هنا جو الشجرة هذه. الصبح جينا ما كان بيها مي، قولة وسكرناها وشكلسنا امورها، وحاليا تعبت. يعني هي نبعة، وبي جوا النبعة قولة كانت مفتوحة ما تمسك مي، يعني وعبيناها تراب، ضبطنا امورها حاليا بالوقت الحالي امورها فل. خلوكم من النبعة انتو، خلوكم من المي انتو، استمتعوا بالمنظر.
طبعا هاي القولة شوفوا الصبح لما نجينا كانت من هنا مفتوحة ما كانت تمسك مي خالص، فمثل ما تشوفون عبيناها تراب وما شاء الله شلون تعبت، يعني القنم قامت تشرب منها بكل أريحية. وهاي النبع حلوين، هاي النبع وهذا بعد ما جينا عمراح وشغلنا نارنا. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم. اتمنى من اي احد يشوف هذا الفيديو يشاركنا اياه، فيديوهات على صفحات على مجموعات وين ما كان. تحياتي لكم، ربي يسعدكم وتصبحون على خير.